يا اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وين ما كنتوا في حلقه جديده من برنامجكم اليومي برنامج سيدتي. كالعاده الكثير من الفقرات والمواضيع اللي حنناقشها بالتفصيل بعد قليل. يسعد مساك يا مها اودي. اهلا وسهلا فيك رؤوم، مساك الله بالخير. اكيد مساك الله بالخير يا اودي، واسعد الله اوقاتكم مشاهدينا بكل خير. حلقه متجدده من برنامجكم المفضل والمتنوع برنامج سيدتي. مساكم الله بكل خير بنات، ومساكم الله بكل خير مشاهدين. اكيد راح نكون معاكم ساعتين على الهواء، ضيوف، مواضيع متنوعة، بس قبل نطلع نشوف رؤى. إذن خلينا نبدأ الحلقة بأبرز العناوين. سمو ولي العهد يعلن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية. هل كل شخص يسرق يعتبر حرامي؟ وما هي السلوكيات التي تدل على هوس السرقة؟ اتحاد الغرف السعودية يطلق مبادرة ما تغلى عليك لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة. الإعلامية جمان أبو عيد تعود ببرنامج يلا نحكي على شاشة LBC. إذن كالعادة نبدأ الحلقة بآخر الأخبار المتداولة، وفي أول أخبارنا اليوم أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة حفظه الله، عن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والسودان والعراق وسلطنة عمان. كما أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن تنظيم أكبر مزاد من نوعه عالميا لتداول الائتمان الكربوني، وذلك من خلال شركة سوق الكربوني الطوعي الإقليمية التي تم الإعلان عن تأسيسها بملكية 80% للصندوق و 20% لمجموعة تداول السعودية القابضة. أيضا وضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أرامكو السعودية أعلنت عن إنشاء صندوق للاستدامة بقيمة 1.5 مليار دولار للاستثمار في التقنية، والتي يمكن أن تدعم تحولا مستقرا وشاملا للطاقة، ويعد أحد أكبر صناديق رأس المال الجريء على مستوى العالم. وفي إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات الوطن، حصلت جامعة القصيم ممثلة بعمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد على جائزة التميز في الابتكار بالشرق الأوسط من شركة أنثولوجي العالمية، وتمنح هذه الجائزة العالمية للمؤسسات التعليمية المتميزة في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الابتكارية في أنظمة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد. الله، يعني فعلا زي ما ذكرتي في بداية الخبر إنجاز يضاف لنا جميعا، ودائما نؤكد على أن التعليم دائما يعني أهم، خلينا نقول ركن من أركان أو أهم قطاع زي ما قلتي رؤى في القطاعات بشكل عام. فكون أنه جامعة القصيم اليوم تحصل على هذه الجائزة الصراحة شيء يحسب لنا، ولولا تميزهم وابتكارهم وقوتهم في التعليم ما كان حصلوا على هذه الجائزة العالمية. ألف مبروك لنا جميعا. صحيح. هذه الجائزة وهذا الإنجاز، واللي صراحة يعني ما عاد صار مستغرب من جامعاتنا في السعودية. وإلى خبر آخر، أعلن اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع الغرف التجارية ومنافذ البيع الكبرى في القطاع الخاص والمنتجين والموزعين عن إطلاق مبادرة تخفيضات بعنوان ما تغلى عليك، واللي تهدف إلى إتاحة السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وتستهدف أكثر من 40 سلعة تموينية أساسية. طبعا الوقوف على هذا الخبر اكيد ينضم لنا عبر سكايب استاذ عبد الرحمن العجيمي، ناشط في شؤون المستهلك. اهلا وسهلا فيك استاذ عبد الرحمن. يا هلا، الله بالخير. استاذ عبد الرحمن، بالبدايه لو تشوف كيف تقرا هذا الخبر وهذه المبادره اللي ما تغلى عليك اللي اطلقتها اتحاد الغرف التجاريه؟ اقراها شيء مستهلكين كمواطنين كمقيمين، فيه ارتفاع باسعار بعض السلع كمستهلكين ما نشوف له مبرر. يعني صحيح. لما نشوف مثلا ما زاد شيء بالمواد الأساسية لهالمستهلك هذا، نقول ليش؟
نجي لبعض محلات السعر مرتفع وبعضها نازل، تقول لي معناته اللي رفع السعر ماشي بالخير. طيب يعني كمتخصص في شؤون المستهلك، يعني هل تقترح انه تعم المبادره هذه سلع اخرى مثلا؟ يعني بنشوف انه في زياده في الاسعار في الفتره الاخيره لاسباب مختلفه، لكن جميعها يحتاجها الانسان او المواطن بشكل عام. كلام صحيح. بالواقع البارح انا بس كنت جاي من دوله اجنبيه مش عربيه لمده 15 يوم، بس وصلت البارح. قبل 4 سنوات لما جيتهم والان ما في اختلاف كبير بالاسعار خاصه الغذائيه عندهم. انا اتمنى شخصيا انه مثلا اسعار السيارات، قطع اسعار السيارات، الملابس، ادوات مستحضرات تجميل، لحوم الاغنام، الاعلاف، العقارات. اتمنى ايضا من تجار العقارات، نرجوكم لو نسبه بسيطه من رؤوس اموالكم حطوها المصانع، ساهموا في يعني البلد، ساهموا اعطونا شيء، خلوا نذوق شيء لو بسيط. فالله يرزقكم وسهلوا علينا بعض الشيء، هذه أمنية يعني. طيب استاذ عبد الرحمن، خلينا نتكلم عن وعي المستهلك السعودي اليوم بالتحديد، يعني بالرغم عن هذه المبادرات الا ان بعض يعني بعض المستهلكين ما زالوا ينتقدون الاسعار، زي ما تفضلت زميلتي رؤى قبل شوي قالت انه في بعض السلع ما زالت يعني وقاعدين نشوفها في السيارات صراحه وغيرها من السلع واللي قد تكون اساسيه في حياتنا. كيف تشوف وعي المستهلك اليوم؟ وإيش اللي يحتاجه المستهلك اليوم قبل ما يتسوق أو قبل ما يشتري أي سلعة؟ شوفي المستهلك، والمستهلك شباب عارفين وش كم قيمة قطعة خيار السيارة في المواقع الأجنبية وكم قيمتها بالسوق حقنا، فصاروا يشترون من برا. الآن أنا عندي أهل ومتزوج الحمد لله وأهل وغيري، أشوف ناس كثير يشترون من المواقع الأجنبية وترخص السوق. صحيح. يعني بسبب الغلاء اللي الفاحش اللي في بعض المواد اللي يعني موجودة في السوق. أرى إذا بضاعته جيدة أو ممتازة وسعره منخفض راح يستمر في السوق. صحيح. التاجر ترفع السعر تراك بتقفل بيوم من الايام، ونرى هذا في محلات كثيره جدا، ما ابي اسمي انواع المحل، يفتحون وبعد 4 شهور يقفل عشان له ضارب بالسماء السعر بالسماء، غيره مستمر سنوات لانه جوده عاليه وسعر منافس. هذه هي يعني كلمه السر سعر المنافس. وعندنا كثير من الناس، وما ابغى ادخل بمواضيع اخرى يعني، التستر لا يزال واضح، فنجد في اناس يبون بس قروش فلوس باسرع وقت، وفي سيطره بعض السلع من بعض الجنسيات. طيب استاذ عبد الرحمن، عندك افكار ومقترحات تحتاج النظر لتندرج في الحمله التسويقيه ما تغلى عليك؟ اي نعم. تفضل. اول اذا ما نفذت ما عندنا شيء. رقم 2، المحل اللي يخفض بالاسعار او المصنع حط على بابه برا هذا مشارك معنا في ما تغلى عليك. حلو. يبقى ايضا جوائز وهدايا وتكريم عند العالم كلها للمصانع وللتجار اللي يساهمون بتخفيض الاسعار للمواطنين وللمقيمين بلدنا. لازم يكون في تكريم، وبعدها يشجع تجار السيارات. نعم. وتجار قطع الغيار واللحوم والاغنام، كلها يروحون لكل النواحي مش بس الاغذية. وهذولا يعني اتحاد الغرف التجاريه هم اللي يمثلوننا كمستهلكين ويمثلون التجار ايضا، فنتمنى انه يشدون حيلهم بزياده زي ما الان وينفذون هذا وينجحون. شوفوا اذا نجحت الشغله هذه عن الاغذيه راح تنجح جميع اللي بعدها شو اسمه الاستهلاكيات. وانا اؤكد لك اذا جاء المصنع عبد الرحمن العجيمي وخفض واعطى وسوى وسوى راح يزود لي زباين وراح اربح اكثر. فالتجار الاغنياء راح يخفضون الاسعار عشان يحصلون على الدعم والدعايه
ويصير ينجحون أكثر، تبيع كثير وربح قليل، هذه هي التجارة الناجحة. أكيد أستاذ عبد الرحمن العجيمي ناشط في شؤون المستهلك، شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا اليوم. إلى خبر آخر، كشفت تقارير إحصائية من الهيئة العامة السعودية للإحصاء عن زيادة غير مسبوقة في معدلات الطلاق خلال عام 2022، وهذه الإحصائية وصلت إلى 168 حالة يومياً بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق. طبعاً يعني هذه قضية وملف كبير، وأكيد أنا ودي أسمع آراء زميلاتي، ودي أسمع يعني إيش الأسباب في هذه الإحصائية المخيفة، واللي يعني للأمانة الآن اللي يمكن يسمع هذه الإحصائية من الشباب والبنات اللي ما بعد تزوجوا يقول لك أنا أقعد سنجل، صحيح، عفوا، ولا أتزوج وأطلق ويكون في أطفال في الموضوع ودخلت خلنا نقول الحياة الزوجية وأطلع منها، فإيش رأيكم؟ والله شوفي، هي زيادة مخيفة إنه من 2019 إلى 2020 لو نبغى نقول كانت الإحصائية تقريبا فيها زيادة أكثر من 12%، فهي نسبة جدا كبيرة. للأسف ما نقدر نقول وش هي الأسباب، ما نعرف نقول هل هي مثلا بسبب غلاء المعيشة، ما أعرف أقول هل هي بسبب إنه سرعة الاستغناء، عدم فهم يعني تركيبة الزواج نفسها، هذه العزوف اللي بنشوفه، يعني ما أقدر أقول غلاء مهور ولا مصاريف ولا غيرها، لا لا، هي سيرة أساسيات الحياة نفسها مكلفة. يعني يصير الزواج بعد شهر شهرين يلاقوا أن الحياة ما هي ماشية، أو أصلاً ما هم عايشين مع بعض، هي تشتغل هو يشتغل، هو ما يقدر يقوم بواجباته بشكل كامل، هي كذلك، فيتم يعني الاستغناء بشكل يعني سريع. أنا أشوف أنه دائما لازم الواحد يطول باله، صح، دائما يكون فيه حلول. تدرين رؤى، أنا أكثر شيء مزعلني مخلينا السوشيال ميديا شماعة لكل شيء، كأنه الناس ما عندها عقول، كأنه الناس ما عندها منطق، كأنه الناس، كأن الأولياء الأمور أو الأهالي ما يتعبون ويربون. أنا لما بنتي تتطلق ليش ألوم السوشيال ميديا؟ طب ليش ما ألوم أنه بنتي فكرها مثلا عندها شيء أنا ماني فاهمه، في مشكلة بنتي أو ولدي، يعني أنا أقصد ليش دائما نحط أقرب شيء نرمي عليه ونعلق فيه عيوبنا ومشاكلنا؟ مو صح. أنا ما أشوف إنه السوشيال ميديا سبب في طلاق أحد، لأنه كل واحد عنده عقل يفهم، يعني ما إحنا لهالدرجة إحنا ضعاف شخصية أو ما نستوعب، بس يمكن الوعي الزايد اللي صاير في الشباب وفي البنات، يعني خلاص قبل لا أتدبس وأجيب عيال ما اتفقنا أنا وياه، مع إنه في فترة خطوبة المفروض إنها تكون كافية، إنه الشخص يعرف الشخص اللي قدامه قبل لا يتزوج، بس نقول الله يسر بس الأمور. للأسف إنه لما يكون في عزوف مها أودي عن الزواج، هذه مصيبة، لأنه يعني الأسرة هي لبنة المجتمع، صح، فبالتالي لما يكون في كل واحد يقول لك يلا نفسي نفسي وأنا حر نفسي وأنا يلا شايل نفسي، يعني للأسف أنه بعد فترة أكيد يعني هذا الشيء راح يكون مرده جدا سلبي على المجتمع، صحيح. فأكيد الناس دائما المفروض أنهم يعني حتى الشباب البنات يطولوا بالهم، يفهموا الموضوع أكثر. صحيح الزواج الحين ما هو زي قبل، طبيعي، لكن لكل زمن متغيراته ولكل زمن طرق وحلول مختلفة. 100%. صحيح. يعني أنا خليني أعلق على نقطتك قبل ما ننتقل للخبر اللي بعده إذا تسمحي لي أودي. ذكرتي نقطة حلوة اللي هي فعلا كثير ناس تقول لك السوشيال ميديا ما هو عذر، لكن ما ننكر كمان انه في ناس عقولهم صغيره، صح، تتاثر، صح، هو مو الغالبيه، لكن في ناس عقولهم صغيره تتاثر، تبدا تقارن. هذه النقطه يعني لازم احنا نستوعب انه تبدا تقارن، لكن اللي واعي واللي فاهم يستوعب انه هذه حياه مو بحقيقيه وانه هذا الواقع وهذه الحياه الواقعيه. صح. الشيء الثاني انا اعتقد من الاسباب عدم التكافؤ، يعني عدم التكافؤ وعدم يعني في فتره الخطوبه، صح، انها المفروض انه الشخصين يتعرفون على بعض مره زين ويعني يحددون الاساسيات، وكل واحد يقول للثاني ايش المطلوب منه، ويعني يكون عندهم لغه الحوار واللي هي اساس كل علاقه ناجحه. ولكن اليوم مع مشاغل الناس واللي انت ذكرتيها ومشاغلنا، وصرت انا اليوم اشتغل وهو يشتغل، وانا عندي بزنس وهو عنده بزنس، وانا 24 ساعه مسافره وهو 24 ساعه مسافر، يعني الحياه فعلا صارت مشاغل، وقتنا ما هو لنا. فانا اعتقد الوقت والحياه كيف صارت متسارعه ترى له دور، مو هو زي اول، يعني المشاغل صارت اكثر، صار الواحد يبغى يكون نفسه قبل ما يوصل لسن معين، يبغى ياسس منزل، يبغى يسوي كذا، يبغى ياسس شركته، يبغى. فانا اعتقد عشان هذه الاشياء سرقتنا
من حياتنا اللي احنا المفروض ان احنا نركز عليها، ان انا اركز في شريك حياتي، هل انا اخترت صح ولا لا؟ هذه الاشياء اللي انا اعتقد انها تاثر، وطبعا اسباب كثير، لكن التكافؤ وان الواحد يركز في الاولويات، طبعا من الاولويات انه انا اسس عائله واختار صح وهذه الامور، ولكن يمكن الوقت اللي احنا مركزين فيه في حياتنا وتجميع الماده صراحه والركض وراء الماده والبزنس والى اخره، سرقنا من الأشياء الأساسية. لكن أول كان مختلف الوضع تماماً، يعني وقتنا لنا كان وقت العائلة مقدس، وقت الزوجة، وقت الزوج، وقت العيال وإلى آخره. اليوم وين؟ ما في صح. فأنا أعتقد هذا والتفكك الأسري، يعني سبب تفكك أسري الوقت اللي إحنا نعيش فيه، سبب تفكك أسري لأنه العالم كلها مشغولة، الناس كلها مشغولة، يلا يروح الواحد اجتماع عائلي ولا شيء وبالمجاملة، ويلا يلا يبغى يطلع عنده أشغال. عنده أشغال صحيح. أنا أقول يعني صرنا نعيش في وقت الواحد يراكض فيه، يعني هو يدوب كده حقيقي. غير كذا من قبل البنت تتحمل، الشاب يتحمل، وراي أهل، ما أبي أهل يزعلون، ما كان الأولوية، كان أهم شيء. حتى المشورة زمان كنا ناخذها من الكبار، مو ناخذها من صديقات، ولا يعني معليش يعني عذرا على الصديقات، ترك انت في عمري لما انا اخذ مشوره منك مو معناتها المشوره الصح، مفروض خاصه في امور الاسريه اخذ مشوره من ناس لهم تجارب سابقه، خلفوا وعيلوا وزوجوا عندهم احفاد، فهذه المشوره الصح. بس لما اخذ من واحده من صديقاتي حتى لو هي عاقله، معليش يعني صديقتي بتحامي معي، بتكون معي، بتكبر راسي، يعني كل احد يشوفها من وجهه نظر. بصراحه يعني انا اتوقع انه هذا الموضوع مره لازم يفتح في قول رايك ونتناقش فيه باريحيه، حتى من غير ما ناخذ راي الناس، احنا نبغى نقول اراءنا في هذا الموضوع، انه سبحان الله يعني الواحد يتشعب فيه وفعليا ما تقدر تمسكي الاسباب. خليني أخذكم لخبر ثاني. يلا. طيب، وفي خبر ثاني، مجموعة روتانا ترحب بالإعلامية جمانة بعيد اللي تطلع على الجمهور ببرنامج جديد بعنوان يلا نحكي، وهو برنامج أسبوعي يعرض ويطرح على قناة LBC، وطبعا يكون دائما في حوار عميق في عالم الفن والنجوم وصناعة الدراما وغيرها العديد من الملفات في حياة الترند للنجوم. يلا نحكي، يلا نحكي الأحد الساعة 9 مساء على LBC. إذن نرحب بالإعلامية والزميلة جمانة بعيد، أهلا وسهلا فيك وألف مبروك انضمامك للقناة والبرنامج الجديد. ففي البداية جمانة، لو تحكي لنا عن فكرة برنامج يلا نحكي. أول شيء بدي مسيكم بالخير وأودي ومها، يعطيكم ألف عافية. أنا كنت متابعة موضوع الاجتماع اللي عم تحكوا فيه، الحقيقة إيه بده وقت وبده كتير يعني أخذ ورد وبحسب كل إنسان وظروفه. يعطيكم العافية، أنا من المتابعين لبرنامجكم طبعا. بدي أشكركم أول شيء على التهنئة، وأنا سعيدة بعودتي على شاشة LBC الفضائية ومجموعة روتانا. يلا نحكي هو يعني هو أكثر حالة من أنه برنامج، بتعرفوا هلأ طرف الوقت مش موجود بقى كتير عند الناس، ومسار الإعلام الجديد تغير صراحة، وأنتوا أكيد حاسين بهذا الموضوع من خلال المواضيع الكتير اللي بتطرحوها في برنامجكم. كنا نحن رايحين على صراحة بالأول على مود بودكاست أكثر، لكن شفنا أنه في ناس كتير بعدها بتحب شاشة التلفزيون مش بس يحضروا سوشيال ميديا، فقلنا بنرضي الطرفين وهيك صار. أول ما حكينا بموضوع يلا نحكي هو أكثر من حوار، هو مش سؤال وجواب، هو تبادل تجارب وأفكار ومراحل بحياة أشخاص ممكن يكونوا ملهمين للشباب، مشان هيك ما رح يكون فقط بعالم الفن الغنائي، رح يكون فيه مشاهير أو شخصيات أو فنانين أو مبدعين اللي بدكم إياها تسمون بمختلف المجالات، إن كان بالفن الغنائي أو بالإخراج أو بالإنتاج أو بالأزياء أو بالجمال أو حتى بالأعمال وبالرياضة، يعني مفتوح بكل مجالات الحياة، لأنه عندنا بالعالم العربي الحقيقة كثير من الأشخاص يلي تجربتهم نحن بنعرفها لما نجحوا، نعرفهم لما صاروا كبار، لما صاروا عندهم شيء عم بيقسموا، لكن ما بنعرف كتير الباك جراوند من وين اجوا،
كيف بنيوا قديت عذبوا وين فشلوا وين يعني قبل كل نجاح في خطوة فشل يمكن هيدي بطيس شوي لشبابنا اليوم ولكل الناس اللي بتعرف هالشخصيات عن بعد إنها تفوت على عمق الموضوع أكثر. أكيد، وهذه الشخصيات راح تضيف لنا جمانة، تضيف للناس اللي مهتمين في صناعة الدراما أو دخول المجال من الشباب والبنات، لأنه أنت تحكين عن شخصيات سابقة بأجيال، فخبرتهم، تواجدهم، علاقاتهم، رؤيتهم للمواضيع يعني جدا مهمة لنا إحنا كلنا كجيل جديد وداخل في هذا المجال. خلينا نوقف على هذه النقطة جمانة إذا تسمحي لي ونحكي عن أهمية هذه البرامج، أهمية التركيز على أنه إحنا ناخذ المعلومة من أهلها أو من أصحابها بشكل أعمق نتعمق فيها. وحبيت أنه يعني حتى ستايل البرنامج بعيد عن الرسمية، كان جدا يعني فريندلي، ويعني كأنك جالسة بتحكي مع صديق 100%. هو أهم شيء تكوني حقيقية مع الناس. يعني نحن قبل يمكن المدرسة التقليدية للإعلام تعودنا على البرامج اللي فيها أظهار والبرامج الكبيرة فيها جمهور وفيها صحيح. إضاءة وفيها فرق وفيها فنانين وفيها حوارات كبيرة، حتى نبرة صوتنا كانت مختلفة، كنا برنامج تلفزيوني. اليوم لا، صرنا جلسة مع كل واحد قاعد ببيته أو ورا شاشته أو ورا تليفونه. ما فينا نكون، ما بدي أقول متصنعين، بس ما فينا نكون هالقد بعاد عن المود العام اليوم أو الشباب شو بحب. ضيوفي ما رح يكونوا من الجيل اللي سبق، بس رح يكونوا معاصرين هلأ. يعني ممكن بحلقة من الحلقات تشوفي مؤثر من جيل الشباب. طب ليش أثر بأصحابنا بأولاد أصحابنا أو بشبابنا أو بأولادنا؟ في شيء عم يحكي لحتى تأثروا فيه. ما في شك انه بدك تلقطي العصاير منه. يعني أكيد. اليوم وقت اللي عملنا يعني انطباعك عن الحلقه انه حسينا قاعدين عم ندردش، صحيح، لانه ما فيك تقنعي اللي قدامك او توصلي له فكرتك الا اذا كنت عم تحكي الحقيقه. الناس اليوم بتعرف مين بغلف ومين بزين ومين بلمع الشغله، وبيقدروا يحسوا انه عم يحكي مثل ما هو بيفكر بغض النظر اذا مع رايه او لا. ما ضروري كل اللي بده يطلع ينحكى تكوني انت موافقه عليه كجمهور او كشخص عم متلقي، لكن هي الاسلوب كيف بدك تتعاطي مع هالشخص اللي قبالك وتقدري تحاوري فكره، مش تطرحي سؤال تنطري جواب. صحيح. في كثير من الحلقات اللي رح يقطعوا، ونحن صورنا مجموعه وبعد عنا اكيد. انا شخصيا بيقولوا لي مثلا، سالوني انه شو بعد في شيء ينحكى؟ ما انحكى، نحن صرنا سنين بنحاول، بس اليوم مش شو بعد في شيء ينحكى، شو بعد في شيء نعرفه نحن ونسمعه بطريقة تانية. في كتير اشياء انا تفاجأت فيها بضيوفي مستضيفتهم اكتر من مرة، لأول مرة بكتشف هالشغلة البسيطة يمكن اللي عندهم او هالفكر كيف بيفكروا فيه. في منهم حكيوا عن تربية أولادهم، فاجأوني انه بعضهم بيفكروا بهالطريقة او يعني بأي إطار حكيوا فيه كان في شيء جديد عم بيقولوه، لأنه عم يحكي عن تجارب وعم بتشارك معهم حتى تجربتي أنا الخاصة، لحتى يكون في أخذ ورد، لحتى يحس اللي قاعدة معه أنك أنت قاعدة عم تتبادل تجربة حياة فيها الحلو، فيها الضحك، فيها الألم، فيها النجاح، فيها الفشل، فيها حتى الغضب. يعني مطارح كتير ما كانوا حابين يحكوا بأشياء معينة اضطروا يحكوها لأنه ما عندهم سبب يهربوا منها. صح. وهذا الأسلوب يلي هو يعني تقدر تحاكي الناس مش فايتين على معركة جمانة. يعني جمانة صراحة حمستينا. يعني في البداية، بداية أول حلقة بديتيها مع المنتج صادق الصباح. طيب الحين الأسماء الخليجية والسعودية اللي راح تقابلينها، ممكن تقولي لنا مين؟ تغششينا شوي. شوفي أنا ما في شك طالعة على الرياض قريبا، وخاصة موسم الرياض يعني هو فترة ذهبية. يعني تعرفي كل النجوم بيبقوا موجودين حتى بإطار الكلمة واللحن، مش بس المغنيين، في شخصيات تبقى متواجدة خلال موسم الرياض. رح يكون عنا شيء كبير من الحلقات مخصصة بالسعودية والخليج بشكل عام. كمان رح يكون عنا من مصر إذا الله راد. يعني عنا تشكيلة أسماء كثيرة، ما رح أذكر اسم قبل اسم، أو يعني أنا بفضل إنه لوقتها حتى نعلن عنها قبل بوقت اللي لازم ينعلن عنها، لكن بوعد الناس إنه رح يكون في أسماء
يمكن في كثير ناس منتظرين أسماء معينة، لأن بتعرفي في جمهور بحب لو كان حافظ الفنان بس بحب يشوفه عن جديد. صحيح. رح يكون في إطلالات، بس في شخصيات ما رح تلبق لبرنامج يلا نحكي. مش الكل اللي عنده قصة يقولة هو اللي رح يقدر يطلع بهذا البرنامج. اللي عنده شيء نقدر نوصله بشكل حقيقي كتير رح يكون من ضمن ضيوفنا. عرفتي يعني ما فيني حدد اسم معين، لكن رح يكون عنا أكيد مجموعة حلقات. أكيد جمهورنا كبير بالخليج، وأنا ناطرة هيدي الفترة اللي بدي أطلع فيها حتى نرجع لهم بحلقات حلوة إن شاء الله تكون كمان هيك تعطي صدى حلو. أكيد، وإحنا ننتظرك جمانة تجين وتنورين الرياض وتستمتعين معانا في موسم الرياض واللي فعلا فوق الخيال. جمانة بعيد شكرا لك وشكرا لتواجدك معنا، وكل التوفيق يا رب في برنامجك الجديد. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. بعد الفاصل، العمليات التصحيحية التي ينصح بها بعد التكميم. قد تتسبب العادات الغذائية الخاطئة وعدم الالتزام بالنصائح الطبية بعد جراحات السمنة إلى زيادة في الوزن، ويعود المريض إلى دوامة البحث عن بدائل لخفض الوزن ومحاولة إيجاد حلول لمعرفة أهم التفاصيل عن عودة الوزن بعد عملية التكميم أو عملية السمنة. معنا ضيفنا في الاستوديو استشاري جراحة السمنة والمناظير الدكتور سعد الملحم. أهلا وسهلا فيك دكتور سعد. أهلا وسهلا فيكم، شكرا على الاستضافة وسعيد بوجودي معكم في روتانا برنامج سيدتي. دكتور، في البداية، هل هناك فعلا إقبال على عملية التجميل التكميم مقارنة بعمليات التحويل؟ نعم، هذا موجود مش بس في عالمنا العربي أو في المملكة العربية السعودية، موجود في العالم كله. هناك اتجاه شديد لعمليات التكميم أكثر من عمليات تغيير المسار، وعدة أسباب هناك. أحدها سهولة أداء العملية على الجراح وسهولة أدائها واتباع التعليمات فيها من جهة المريض. فنلاحظ من بداية وجود العملية هذه في عام 2008 والعالم كله اتجه إلى عمليات التكميم. طب دكتور سعد، بنشوف أنه كثير من الناس أو بعض الناس لما يعملوا عملية التكميم بينزل وزنهم، بعد فترة بيصير في زيادة في الوزن. لو تقول لنا وش الأسباب اللي يعني ترجع تزيد من الوزن؟ هناك بشكل عام سببين. سبب يرجع للجراحة، وهذه لها علاقة بالجراح وتقنية الجراحة نفسها، والسبب الثاني يرجع للمريض نفسه. لما نجي للجراحة والجراح، لابد أن نحن نبحث عن جراح متميز متخصص عنده خبرة في هذا الموضوع، عشان ما يصير نقول خطأ في أداء العملية. هذه ترجع لخبرة الجراح وتخصصه في أداء العمليات هذه. بالنسبة للعامل الثاني اللي هو راجع للمريض، هل المريض يأخذ أدوية؟ هل عنده أمراض في الغدد؟ الأدوية مثل الكورتيزون وأدوية القلق والاكتئاب. الأمراض مثل أمراض الغدد، الغدد الدرقية، الغدة الكظرية. أيضا سبب ثالث وكبير جدا اللي هو عدم اتباع التعليمات وعدم المتابعة، عدم الالتزام بالتعليمات اللي هي بسيطة جدا، التغذية الصحية والنشاط البدني ما يسمى بالحمية والرياضة، أنا أسميه تغذية صحية ونشاط بدني. فهذا هم أهم سببين في عودة الوزن. نعم دكتور، يعني في معلومة يمكن سمعتها كثير بخصوص التكميم بحد ذاته. إحنا نعرف التكميم اللي هو استئصال جزء يعني بسيط من المعدة، صحيح؟ أوكي. ففي ناس تقول لك إنه المعدة ترجع فعلا تتوسع، المعدة ترجع لحجمها الطبيعي إذا الشخص يمكن ما التزم زي ما حضرتك تفضلت قبل شوي في تعليمات الطبيب. هذه المعلومة نبغى نعرف صحتها، هل فعلا المعدة ترجع تتوسع وترجع لحجمها؟ الشيء الثاني، كم نسبة زيادة الوزن عادة لما الشخص يكون عامل عملية تكميم؟ الجزء الأول اللي أن المعدة ترجع لحجمها الطبيعي، عادة إذا تم قصها وتدبيسها بالطريقة الصحيحة عن طريق استشاري متخصص ومتمرس في هذه العمليات، من المستحيل أنها ترجع لحجمها الطبيعي.
ممكن يرجع جزئياً أجزاء بسيطة ممكن ولها أسبابها، لكنها ترجع لحجمها الطبيعي المتعارف عليه هذا شبه مستحيل. الأسباب اللي تخلي المعدة ترجع شوية في التوسع، التدخين، شرب المشروبات الغازية، والنهم في الأكل، يعني الأكل السريع والأكل الكثير، يعني أنه يحاول يأكله بكثرة. فهذا بالنسبة للسؤال الأول. السؤال الثاني كان بخصوص النسبة، نسبة الوزن. أي نسبة الوزن هذه تتراوح، يعني في يعني تقارير تقول تقريبا 5% في 10% 20% توصل إلى 30% وأكثر. لكن هذه النسبة إذا أخذناها بطريقة علمية، يعني إذا طريقة غير علمية أنا ممكن أقول لك يرجع ب 50%، فالناس حتقول إيش العملية هذه اللي ترجع بنسبة 50%؟ لا، لما نقسمها نلاقي إن في ارتداد طبيعي. الارتداد الطبيعي له 5 إلى 10 كيلو بعد نزول الوزن، الوزن المثالي أو أقل، يرجع في ارتداد بسيط، هذا طبيعي. وفي نزول إلى الوزن المثالي وبعدين يرجع، وفي نزول يعني إنه ما ينزل، يعني ينزل على 5 10 20 كيلو بس لا ما ينزل للوزن المثالي. فهذا طبعا في إشكاليات زي ما شرحنا في الأول، إن القص في البداية ما كان بالقص بالطريقة الصحيحة، لذلك الوزن ما نزل إلى الوزن المثالي. نعم. فالنسبة قد تكون عالية. في هناك أشياء يعني من الجراح وطريقة عمل الجراحة، وفي مسؤولية أيضا تقع على المريض اللي عمل العملية. نعم. تمام دكتور، لما نقول تكميم كثير توجه من البنات والشباب للتكميم بحكم أنه هم يشوفون بمظهرهم أنه هو أسهل عملية من تحويل المسار، بس اللي أنا أعرف بمعلوماتي البسيطة أنه التكميم لما أنا أسويه ما عاد في رجوع منه، خلاص انتهى وضعي وتدبست معدتي، بينما تحويل المسار الكلاسيك ممكن أني أنا أتراجع، ممكن بعد 3 سنوات 4 سنوات لما أشوف نفسي أنا ثبتت على وزني ووضعي تمام ممكن أرجع مرة ثانية رجع معدتي لوضعها الطبيعي، فهذا الشيء صح؟ من الناحية النظرية صح، يعني لو عملنا التكميم، احنا في التكميم نشيل تقريبا 70 إلى 80% من المعدة ونتخلص منها. في عملية تغيير المسار سواء الكلاسيكي أو المصغر في اختلاف شوية بينهم، لأن المصغر لابد أن احنا نشيل جزء من المعدة يشبه بالتكميم. تغيير المسار الكلاسيكي جزء ما يزال أي شيء من المعدة، اللهم تغيير مسار يعني نقص جزء من المعدة نخليه صغير ونحول المسار إلى منتصف الأمعاء الدقيقة. فمن الناحية النظرية إحنا ممكن نرجع الوضع الطبيعي للمعدة والأمعاء بعد فترة، بعد 5 10 سنوات. من الناحية العملية نادر من الناس يرجع ويقول رجعوا لي معدتي زي ما هي. عادة السبب يكون سبب طبي، وليس أن المريض يقول خلاص أنا وصلت للوزن المثالي رجعوا لي كل شيء. كيف السبب طبي دكتور؟ أن المريض ينزل وزنه نزول غير طبيعي، يعني جسمه ما يتحمل أن يكون في تغيير مسار، وأيضا هناك نقص شديد في الفيتامينات بحيث أن احنا ما نقدر نعوضها بالحبوب والأدوية. فهذول المرضى يعني يصبحون يعني غير صحيين وينزل وزنهم بدرجة شديدة، يعني ينزل الوزن إلى 40 تقريبا، فهذا لابد من التدخل الجراحي. طيب يعني ذكرت هذا الموضوع دكتور، أن الواحد أحيانا حتى مع التكميم ينزل وزنه ويصير شكله هزيل ويقول لك خلاص أنا مو قادر أوقف، يعني الوزن صار بينزل، هنا كيف الواحد ممكن يتصرف معه في موضوع يعني عملية التكميم مش في حالة تحويل المسار؟ إذن السؤال إن الوزن ينزل كثير، ينزل كثير في حالة التكميم. أيوة، فهنا هنا نرجع أيضا لعملية القص وطريقة القص وأيضا المتابعة اللصيقة مع الطبيب وأخصائي التغذية، لأن هنا أكيد في اختلال في عملية التغذية الصحيحة. لأن كثير من الناس ما يتابع ولا يلتزم بالتغذية الصحية، مش الناريجي، احنا نبغى تغذية صحية بحيث أنها تكون تغذية متوازنة، ما ينزل الوزن نزول شديد ويصبح الشخص هزيل وناقص في الفيتامينات، ولا أنه وزنه يرجع.
فهذه تتطلب متابعة وتغذية صحية بحيث أن الوزن ما ينزل نزول شديد. نعم. طيب دكتور، أهم المضاعفات اللي ممكن أنها تواجه المريض من ناحية طبعا أكيد صحية وجسدية، واللي هي نفسية، يعني كثير من الناس كمان يعني بس نبغى يعني نمر على هذا الموضوع، لأنه في كثير ناس عملوا تكميم حتى نفسيتهم تتغير شوي، فكلمنا عن هذه المضاعفات. احنا مدام وصلنا لهذا الموضوع لازم نميز، هذا سؤال ممتاز جدا، لازم نميز ما بين المضاعفات والأخطاء الطبية، لأن الناس تخلط ما بينها. الخطأ الطبي بسبب إهمال معروف. أنا أهملت كطبيب أو شيء، سويت العملية بطريقة غير متعارف عليها، هذا الأخطاء الطبية. المضاعفات هي أشياء متوقع حدوثها لكنها قليلة جدا ونتمنى ما تحدث. طيب إيش المضاعفات؟ هي مثلها مثل أي جراحة في أي جزء من أجزاء الجسم. نعم. أوكي. الغريب في الأمر إن المضاعفات في عمليات التكميم وعمليات السمنة تشبه إلى حد كثير في العمليات الأخرى، ما فيها زيادة كثير، بالعكس في بعض الأشياء أقل من العمليات الأخرى، ولكن بسبب شهرتها صار الكلام عليها إنها مضاعفاتها كثير. هي مضاعفاتها زي العمليات الثانية، فمثلا النزيف، التسريب، الجلطات، حدوث التهابات مكان العملية، نقص الفيتامينات، هذه كلها مضاعفات تحدث مع أي جراحة. صحيح. كيف نتجنبها؟ هذا هو الأساس، نفس ما قلنا في الأول، البحث عن طبيب مختص ذو خبرة، وهذا ما يعني شهرة ولكنه يعني مختص في هذا الأمر، مستشفى متعارف عليه، وأن المريض يثقف نفسه في هذا الموضوع. يعني زي ما ذكرت يا دكتور، من المهم جدا الواحد قبل لا يخطو هذه الخطوة، بحكم أنها هي خطوة لا رجعة فيها، أن يختار الطبيب الصح والمكان الصح والطريقة الصح اللي تناسب حالته الصحية. دكتور سعد الملحم، شكرا لوجودك معنا اليوم، نورتنا. شكرا، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا بنطلع فاصل سريع، من بعده نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل، تحليل الشخصية باستخدام الألوان. تعتبر الألوان لغة تواصل مع الأشخاص بشكل غير لفظي، لأن كل لون ممكن أنه يعبر عن نمط الشخص اللي قدامنا وحتى شخصيته، ولما نعرف أسرار هذه الألوان وعلاقتها بالشخص يمكن أنها تساعدنا على التواصل مع الآخرين بشكل أفضل وأوضح. للحديث أكثر عن هذا الموضوع مشاهدينا، يسعدنا أن ينضم لنا في الاستديو الأستاذ محمد البيشي، أخصائي لغة جسد معتمد من البورد الخليجي، وأكيد الأستاذة فهدى باوزير، أخصائية نفسية إكلينيكية. يا أهلا وسهلا فيكم، نورتونا وشكرا لكم. الله يبقيك ويعطيكم العافية، وشكرا لكم على استضافتنا، والله يجعلنا إن شاء الله من الأشخاص اللي يضيفون لكم إضافة جميلة. أكيد يعني هذا الموضوع يمكن أستاذ محمد مو كثير ناس تفقه فيه، وما يعرفوا أن الألوان لها دلالات كثيرة في محافل مختلفة، يعني حتى الألوان إحنا يمكن نستخدمها في حياتنا الاجتماعية على حسب المناسبة. طبعاً راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع فيما بعد، لكن خلينا نتكلم عن فعلاً تحليل الشخصية بالألوان، هل هذا الشيء موجود ووشه أساساً؟ الألوان هي عبارة عن ذبذبات معينة تصدرها نفس اللون، أي لون عندنا موجود، الأريكة اللي جالسة عليها، اللبس اللي علينا، ذبذبات معينة كهرومغناطيسية توصل للدماغ، الدماغ يحولها يبرمجها على شخصيتك. فتلاحظون أوقات كثيرة لما تجي تفتح الدولاب حق الملابس تبي تختار لبس، تلقى لا شعوريا تختار هذا اللبس. ليش؟ جاك توجيه من داخلك من المخ يقول لا، احنا لازم نسوي توازن، نختار اللون الاسود. فاختياركم للالوان هذه بناء على مزاجكم وقتها، لما فتحت الدولاب وش المود اللي اليوم، وش الجو اللي انا فيه، وش الشيء اللي يكملني، اخترته بناء عليه، اللون الاسود، اللون الزهري، واللون الابيض. وانا اشوف انا اختار الالوان على حسب توفرها عندي في الدولاب. احنا عشان كل يوم كل يوم يعني. اي ما احس اني انا ممكن، يعني انا كشخصيا اتكلم، ما احس ان الالوان ممكن تاثر علي كلبس كشكل، بس مثلا
في غرفة ما وأنا قاعدة فيها فعلاً أحس هذا تأثر علي، إذا الغرفة كانت زرقة مثلاً كلها، إذا كانت بنية أحس ضيق صدري، إذا كانت سوداء ضيق صدري، غير اللبس يعني أنا يعني أحطها دائماً فرق أختلف فيهم كثير. أستاذة فدا، يعني لو نتكلم عن حقيقة الآثار النفسية للألوان وظهور علم جديد هو أحد الفروع الحديثة لعلم النفس يمكن، كيف تشرحي لنا هذا الموضوع؟ طب هو لما ظهر علم النفس الألوان ظهر كتخصص على يد ماس كلوشر، هو درس علم النفس التحليلي ولما دخل في مسألة الألوان والمشاعر انبسط عليها، فراح سوى دراسات مرة كثير على الشيء هذا. قال أنه الأشخاص أحياناً لما نحن نشوفهم من ناحية نفسية ممكن أنه نشخص أنه عنده مثلاً اضطراب اكتئاب أو عنده مشكلة نفسية معينة نتيجة اللون اللي هو يلبسه، فتعمق في الشيء هذا، سوى اختبارات وأبحاث على الشيء هذا، فسوى اختبار تحليل للشخصية عن طريق الألوان، فمثلاً يجيب للعميل الألوان ويقول له اختار اللون اللي يناسبك، فهو بناء على الحالة المزاجية للعميل اليوم يختار اللون هذا، فلما يختار اللون هذا يحلله بناء على الحالة المزاجية الآن، فكل لون وله دلالة معينة نحن يعني عارفين الشيء هذا تمام. لكن بعض الأشخاص اللي مثلا يعانون من الاكتئاب أو أشياء معينة يتجهون إلى الألوان اللي غامقة تمام، فساعات ولما الشخص يكون مرة مبسوط وفرحان وبشوش يتجه للألوان الفاتحة، فساعات نحن نقيسها من الناحية هذه إنه الأشخاص لما يلبسون الألوان الغامقة دليل على مدلولات إنه شخص ممكن إنه يعاني فترة كآبة حالياً، يعاني من تقلبات مزاج تمام، مثل الأشخاص اللي أحياناً يكون عنده مثلاً نوبات هوس يتجهون الألوان الفاقعة الأورانج الأصفر، حتى نحن لما نروح نشوف الألوان الفاقعة هذه تمام، فالألوان هي تميز الحالة النفسية للشخص. طيب من سؤالك خلينا نروح أستاذ محمد، يعني هل يعقل لهالدرجة ممكن الألوان تأثر على أجسامنا؟ يعني هل فعلاً الألوان ممكن تعالج، ممكن إحنا نعالج نفسنا بالألوان؟ هذا الطبيعي. هذا الطبيعي. الطبيعي إن إحنا نعالج نفسنا بالألوان. طيب. راح أبدأ في كذا نقطة مهمة جداً عشان إحنا نقدر نستدل منها أو إحنا نعرفها. تمام. فيثاغورس كان طبق نظرية اللي هو إنه يتم العلاج من خلال اللون، كيف؟ كان يجيب أشخاص أو كان يجيب قفص زجاجي وكان يخليه بلون معين، أزرق، أحمر، أخضر، بناء على حسب المرض. كان يخلي الشخص يدخل يجلس جوا ياخذ له حمام اللي هو اللون هذا نص ساعة ربع ساعة بعدين يبدأ يتحسن. بن سينا كان يقول في العلاج الأمراض يقول لا تكمد شخص عنده حرارة كمادة حمراء، إذا بتكمده كمده بكمادة زرقاء أو خضراء، لأن الكمادة الحمراء لونها أحمر تعطي إيحاء أنه ممكن ترفع درجة الحرارة، خصوصا بعض الأشخاص اللي عندهم ضغط مرتفع لا تلبس أحمر راح يرفع الضغط عندك أكثر. تمام، فاللون له تأثير مباشر جدا على حالة الشخص الصحية. نعم أكيد أكيد، وأنا أتفق يعني شوف موضوع الألوان يعني أتفق، سواء لبس سواء حتى سيارتك سواء بيتك أثاثك هذه كلها تلعب دور للأمانة، يعني في يعني حتى أماكن ما ودك تروحي لها مع أنها حلوة بس ما ودك تروحي لها تجلسين فيها لأن مثلا ألوانها غامقة أو كئيبة شوي أو كلاسيك شوي. طيب خلينا برجع لك فهدى ونتكلم عن هذا الموضوع في التسويق، يعني في مطاعم كثير إحنا نعرفها ونحبها مرة كثير ألوانهم أحمر وأصفر، هل فعلا هذه الألوان واختيار هذه الشركات العالمية لهذه الألوان تشعرنا بالجوع أو تشعرنا أن احنا نبغى ناكل أو تفتح نفسنا، هل لها علاقة؟ والعكس صحيح، يعني في أماكن مثلا يعني مثلا خلنا نقول الوجبات الصحية أو الأماكن اللي مثلا الرياضي أو النوادي عفوا يحطون ألوان معينة تعطيك حماس تعطيك، هل هذا الشيء فعلا موجود في الماركتينج أو التسويق؟ طبعا يا مها موجود. ليش؟ لانه مثلا لو تشوفين المطاعم يستخدمون مثلا بعض المطاعم الصينيه اللون الاحمر تمام عشان تفتح الشهيه ونحن نحس بجوع، فطبعا راح يستخدمونه في التسويق. ممكن تشوفي حتى الاثاث كل غرفه لها لون معين، المكاتب، المدارس، حتى العيادات عندنا النفسيه. ليش؟ لانه تساعد ان الشخص يكون مسترخي. غرف النوم مثل ما ذكرت يا اودي، فكل لون سبحان الله ياثر على نفسيتنا، فهذه من أساليب الذكاء في التسويق إني أنا أستخدم اللون كيف أنا أسوق للمنتج اللي موجود معايا، فهذا يساعد الأشخاص إنهم يصير
يعني يشتروا أكثر أو يتواجدوا في المكان هذا أكثر، فطبيعي أنه يأثر. يعني أنا أستوعب، برضو برجع أقول لكم أنا أستوعب أنها جمالية، بس ماني قادرة أستوعب أنها ممكن تأثر في الشخصية. يعني شلون؟ إنه مثلا يعني زي الحين أستاذ محمد قبل شوي، تقدر تكشف شخصياتنا من حبنا للألوان صح؟ من كل واحدة إذا حبت لون معين مع شخصيتها كيت وكيت. بالضبط. طبق لنا مباشر. أنا راح أطبق عليك أنت أول شيء لأنك أنت اللي عرضت النقطة. طيب. أول شيء أنا أسألكم أنتم زميلاتها وأكيد لقاءات كثيرة، كنت شفتوها لابسة زهري؟ يمكن مرة واحدة. مرة واحدة. أكثر لقاء صح؟ هذا أكبر دليل. إلا تحبين البينك. هذا أكبر دليل يعني عشان أثبت لك بس إنه اللون يأثر على الشخصية. أنت شخصيتك واضح إنك تحبين الأسود، فأنت دائما متفردة. عندك استقلاليتك في رأيك مهما كانت وجهات النظر موجودة، إلا أن يكون عندك وجهة نظر تبونها ما تبونها، أنا هذه وجهة نظري وهذا اللي أنا أشوفه. يعني أشوف هالكلمة هالوصفة هو جدا دقيق بصراحة أستاذ محمد. ممتاز. فأنت من النوع اللي يحبون الأسود، واضح شخصيتك هذه استقلالية تامة، عندك العناد زايد حبتين يعني مرة بشكل كبير، مميزة دائما عندك شخصية مستقلة تماما، ما تحبين اللي يكون فيه عندك اختلاط أو ازدواجية أو شيء معين. صمتك دائما هو اللي يسولف عنك، صمتك هو اللي يعلمنا يقول أنت ما عجبك الحوار، صمتك هو اللي يعلمنا يقول أنت ما عجبك اللقاء، ما عجبتك الجلسة. فأصحاب اللون الأسود هذه غالبا شخصيتهم. طبعا في جوانب كثيرة اللي هو الجانب السلبي منها، في تأثير مثلا في الأماكن، في السيارة، في حياتنا اليومية لما حنا نشوفها، من الجانب المظلم فيها والسلبي لما يقول فيه تشاؤم، فلما حنا نشوف أشخاص لابسين أسود في مكان فيه فرح، فأنت ناظر هنا في أسود في مكان فيه فرح، تحس إنه في شيء هنا نيجاتيف، في شيء هنا سلبي جالس يأثر علينا، يأثر على الجلسة. ممتاز. لما تكون في جلسة إيه لما تكون بس، لكن ممتاز باللقاءات، ممتاز بالتدريب، يعطي الشخصية ثبات، يعطي الشخصية كاريزما، حضور. اللون الأسود ترى يا جماعة هو اللون الأسود والأبيض، هذا اللون الأساسية. اللون الأسود ما يقبل أو ما يعكس أي لون يجي عليه، عكس الألوان الباقية. واضح؟ فالأسود دائما يكون متفرد. جميل جميل. يعني نبغى تحليل لمهب. مهب رائع. متحمسة لكم. تحليل لمهب سريع. إيه على الألوان اللي تحبونه وعلى اللون اللبس اللي حاجتته اللي ودك. طيب راح أقول لكم من خلال اللبس اللي أنتوا لابسينه الحين واللون. فمثلا لابسة نلاحظ هنا في ازدواجية في الألوان، في الزهري والأسود مع الأبيض اللي هو الجروب البيضاء. الزهري العلوي اللي عندك اللي هو معناته أنه في الأفكار أنت متفتحة، تحبين استقبال العلوم الجديدة، في الحوارات وفي النقاشات أبد سولف خذ راحتك، أخذ الرأي ما عندك مشكلة تقبلينه زي ما هو. في الحوار أنت جميلة جدا، فغالب اللي يجون هنا كضيوف يميلون لك أنت في الحوارات، يستقبلون منك الحوار أكثر. ممتاز. بدون إسقاط ولكن عكسا على شخصيتك، تكوني أكثر هجوم. واضح؟ في الحوار أنت في الكلام أنت ما تلاحظي، لكن في الحوار لما توجهين سؤال يكون رسمي جدا، فهذا يعطي انطباع عن الشخص أنه يكون في عنده خوف أو يكون عنده رهبة شوي من هذه. لكن في الحوار عند السذرة مها عفوا تعطيك شوية في الحديث ليونة، كلامها لين، تستخدم مفردات معينة تعطي السؤال يعني زي ما نقول السؤال اللي يصير يجيك رشيق خفيف ظل. الجزء السفلي عندها لابسة اللي هو الأسود والأبيض، فهي معناتها أنها مهتمة أو بشكل يعني كبير في حركتها، في مشيتها، في جلستها، جالسة تحاول توزن هذه الأمور عندها. ممتاز. هي ممكن تحب أنها تكون أكثر حركة وأكثر، لكن هي ملاحظة أن هذا الشيء مو كويس، فتجلس تلبس شيء أسود الجزء السفلي يصير الحركة في اللبس مو بفيه. أيوة فتعطيها أيوة، هذه أثر عليها تأثير أنها تكون حركتها بسيطة خفيفة جميلة. والله أنا حبيت يعني ما شاء الله هذه المعلومات كلها بس من الألوان، والصراحة يعني بتفاصيل جميلة جدا، وشكرا لك أستاذ محمد. لكن أنا ودي أسمع عن رؤى. أنا ودي أسمع عن رؤى. لا دبستيني يا رؤى، لازم أدبسك. طيب سريعا بس. طيب يا رؤى، رؤى لابسة الأبيض والأحمر. ممتاز.
رؤى من الأشخاص اللي عندهم صفاء نية، نيتها صافية جداً. وغالباً إذا مزحت أو علقت أو طقطقت فهي ما تقصد فيها الإساءة، صحيح، وما تكون نيتها يعني فيها خباثة. ممتاز، عكس بعض الشخصيات والألوان الأخرى ما راح نحدد، لكن أنت يعني ما شاء الله نيتك صافية، فهذا يأثر عليك، يأثر على الناس اللي حولك. تلقين الأشخاص اللي يجونك في حياتك كلهم طاهرين صادقين. الحمد لله، زينا بالضبط. يو ترى دمعتي طار، فانا انتبه. اللي في قلبها على لسانها هذه خذها مني، اللي في قلبها على لسانها. فانت صادقه، فغالبا يعني نيتك هذه وصدقك الداخلي، طبيعتك الداخليه الجميله هذه تاثر عليك حياتك. الجزء السفلي عندك اللي هو الاحمر، فانت نقول نقدر انك سريعه حركه، الاشغال في البيت تحاولين تخلصينها بسرعه. ممتاز، ممكن ينكسر معك صحن، ممكن ينكسر كاس، ممكن مر ماشية. إذا عصبتي صح إنك تعصبين توصلين مرحلة عالية مرة، ولكن بسرعة تهدين. صح، أنت تنفع إتش آر تعمل انترفيو للموظفين. تحدد شخصياتهم قبل التوضيح، وفعلا ما شاء الله عندك ميكس جميل، يعني حاولي انه تضبطين الجزء الثاني. الله يستر. محمد البيشة، اخصائي لغه جسد معتمد من البورد الخليجي، واستاذه في هدبه وزيره اخصائيه نفسيه كلينيكيه، يعطيكم العافيه وشكرا لتواجدكم. الله يعافيكم ويسعدكم يا رب العالمين، وتشرفت والله في لقائكم ومعرفه شخصياتكم، وكذلك لسماع شخصياتنا بعد الفاصل. وبإذن الله يكون إن شاء الله لقاءات أخرى. أولا علم الألوان علم جميل جدا وله تفاصيل كثيرة جدا. أنا حاب أختم بنقطة إذا تسمحوا لي. في الألوان في بعض الأشخاص وحنا نلاحظهم هالفترة يعني كثير، اللي هم عندهم يلبسون كل الألوان. تناظر في كل الألوان لابسها، هذا يبغى يوترك، ما يبيك تعرف شخصيته. هذا لابس كل الألوان، ما يبيك تقفطه، ما يبيك تعرف. هذا الشخص هذا لاحظتهم كثير هالفترة، لاحظتهم كثير يعني يلبسون مرقع ألوان كثيرة جدا، ما إذا كان ما في لون يميز يعني هو الغالب، فهذا تلقاه من كل بحر عنده قطرة. ما شاء الله، مشكل شخصيته، مشكل من كل بحر عنده قطرة، وين ما تجيه عنده. إن بغيته في العواطف، إن بغيته في السياسة، إن بغيته في الاجتماعيات، إن بغيته في الحياة الشخصية، تلقى عنده ما شاء الله يعني شخصيته عنده شمولية كاملة في جميع الأمور. والله يوفقنا وإياكم، شكرا لكم على الاستضافة الجميلة وعلى أسئلتكم، وأتمنى لكم إن شاء الله التوفيق وللمشاهدين الكرام. يعطيكم العافية. مشاهدينا أكيد إحنا مكملين معاكم، ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل، ما مقياس نجاح العمل الدرامي؟ وما هو أفضل فيلم شاهدته؟ الإنتاج الدرامي اليوم قاعد يعيش نمو وتطور بشكل كبير، سواء من إنتاجات محلية أو عربية أو حتى عالمية. أعتقد غالبية الناس وقتهم يضيع على المنصات المخصصة لعرض الأفلام، بس وش اللي يخلي العمل ناجح؟ وكيف تقيم أنه هذا الفيلم أو العمل الدرامي عظيم؟ خلونا نسأل مع زميلنا مبارك، سألكم وش أفضل فيلم شفتوه ونرجع لكم. حياكم الله مشاهدينا، في قول رأيك اليوم راح نسأل الزوار عن أفضل فيلم قد شاهدوه في حياتهم، خلنا نشوف أجوبتهم اليوم إيش. أفضل فيلم شاهدته اللي هو فيلم رامبو. قبل كم؟ قبل تقريباً 5 سنوات. طيب كيف انطباعك عن الفيلم؟ حلو، بس إنهم يبعدون عن المشاكل الدموية وما الدموية. المشاهدين لما يتابعون اللي فوق 18 سنة. صحيح، أهم شيء. أفضل فيلم شاهدته اسمه هانكوك، طلع الظاهر بـ 2009 أو 7 ما أذكر، بس انطباعي عنه إنه يطقطق على اللي مسوين فيه، عندهم قوة خارقة وكذا، أعطوا واحد ضعيف جداً هوملس قوة خارقة وشافوا شلون بيصير، ففيه عنصر الكوميدي أكثر يعني متلبس، فهذا الشيء اللي عجبني فيه، أنه مو بس أوه والله الناس ذول الأقوياء سوبرمان باتمان، فهمت؟ فإيه هذا اللي عجبني فيه. كم من 10 تقريباً الفيلم؟ والله شوف أنا كتقييمي أنا أقيمه يعني 7 من 10 الصدق عشان ما أبالغ، في ناس يمكن يقيمونه أكثر، في ناس يقيمونه أقل، لكن أنا حرفياً يعني ما وصلت 10 على 10 لحد الآن. ينفع من أي سن؟ ينفع إيش؟ أي سن؟
او لا لا شوفها من سن 18 وطالع ما ما هو كويس للصغار. جاكي شان. طيب تقييمك الفيلم وعطنا نبذه عنه بسيطه. والله ممتاز يا ولد. وش اللقطات كانت فيه كويسه؟ يوم يطبح من وينقذ خويه من تحت، بس هذا افضل لقطه لك كانت بالفيلم. افضل لقطه لي بالفيلم. كم تقيمه من 10؟ 10 من 10 عندي. جاكي شان. والله افضل فيلم، لا في مو فيلم، مسلسل اللي هو بريزن بريك. طيب عطنا نبذه عن المسلسل هذا بدون ما تحرق على المشاهدين. درامي عجيب، كل يوم يحل لغز، كل يوم يحل مشكله، شخص يفكر خارج الصندوق، شيء واو. ذا ويتش يعني كاخر فيلم تابعته صراحه، يعني انا انسانه محبه للافلام، فاي فيلم تابعه صراحه يعجبني، بدات افلام الزومبيز والرعب، فذا ويتش يعني حلو، كان يتكلم عن الزومبيز وكذا. فيلم كوري؟ ايوه. في حرق للمشاهدين انتبهوا. هو عباره عن ولد انحبس في بيت، لما اهله كانوا برا البيت فجاه كان في داء الزومبي، فكان لازم انهم كلهم يكونون يبقون بالبيت وما حد يطلع، فهو كان يحاول يتواصل معاها عشان يكملون يعيشون على قيد الحياه، فقدروا يوصلون للنهايه وجوا الهليكوبترز وانقذوهم، وكان في كثير ناس لسه ناجين قدروا ينجوا. فتقريبا حجز هناك مده اسبوعين، كان حاول انه يبقى على قيد الحياه، خلص من عند الاكل، ففي لحظه من اللحظات هو انه اكتشف انه العمارة اللي قدامهم كان فيها في وحده. تقييمك للفيلم؟ اعطيه ممكن 7 من 10، في افلام احلى يعني، خاصه الافلام ما احس انه انا اقدر ارشح فيلم معين بحكم مزاجي ومودي، يعني بعض الاحيان احس اني انا احتاج اشوف الفيلم. بعض يعني فترة فترات كنت أحب أفلام أبيض وأسود، فاتن حمامة، رشدي أباظة، تحية كاريوكي، سعاد حسني، أعشق الأفلام. بعدين تفاجأتني لا، أنا أحب أفلام الرعب وأحب الأفلام الخيالية عشان ما أتأثر، لأني أقول بالأخير هذا فيلم. ما أحب الأفلام الأكشن والدرامية، ضيق صدري وتنكد علي، تخليني أسبوع وأنا متنكدة وفاصلة بحياتي، بؤس ويأس وعيش الدور. فأنت يعني تحب الفيلم على حسب على مودك. حسب مودي. أنا أتفق معك على حسب المود، لكن لا، ما أنا طبعا مختمة ما شاء الله كل الأفلام، أفلام العربية ما تستهويني كثير، يمكن الأفلام العربية القديمة ممكن أشوفها، أي الأفلام العربية الجديدة مو كثير أتحمس عليها للأمانة، مع أني أشوف في أفلام كثير يعني ناس قاعد تمدحها الفترة الأخيرة ونزلت في السينما وإلى آخره، بس يعني حتى الأفلام اللي شفتها يعني أحسها لا مو ستايلي، ومو يعني ما هو الشيء اللي أنا أبغى أتفرج عليه. آخر أفلام شفتها أمس، شفت فيلم مرة حلو الصراحة، والفيلم قديم يعني ما هو بجديد، لكن تحمست أني أنا أشوفه أمس، اسمه 12 Years Slave، قصة حقيقية حصلت في الثمانينات والسبعينات وقبلها وقبلها وقبلها، كانت تحكي عن أيام العبودية وأيام يعني قصة حقيقية جميلة، والممثلين كانوا طبعا الفيلم مرة طويل يعني 2.5 ساعة، بس كان يسوى الصراحة. أميل أكثر للأفلام القصص الواقعية، أميل للقصص الواقعية واللي فيها نوع من أنواع الواقعية، ما أحب أفلام الخيال. في فيلم ما أنساه وأحب دائما أتفرج عليه اللي هو كاستاوي، حق اللي في جزيرة وضاع وبعدين كان يشتغل مع أحد شركات الشحن وبعدين حصلوا، كان في يعني في قصه في الموضوع او في زي ما تقولين فكره في الموضوع انه الواحد يقدر حياته والى اخره. لما كان يتكلم مع جوزة الهند يتكلم اي هذا الفيلم كاستاوي مره حلو، احب يعني احب وارجع، ممكن انه انا ارجع اتفرج، قديم الفيلم بس احب اتفرج عليه. من افضل الممثلين اللي انا احب اتفرج عليهم ويل سميث وكيفن هارت، طبعا براد بيت خرب من تالي، ما عاد صرت احب اشوف افلامه، لكن هذه يعني وهذا مزاجي اغلب شيء في الافلام. انا بالعاده لما اختار الافلام دائما احاول تكون الافلام لايت، ما تاخذ من وقتي وجهد دماغي كثير، احب لانه هي يعني احسها زي انترتينمنت، خلاص ابغى شيء ما يتعب لي اعصابي، بس كوميدي يكون مثلا، احب شيء الافلام اللي تكون رومانسيه كوميديه اكثر، ما أحب يكون بيور رومانسي ولا بيور كوميدي. وكمان من الأشياء اللي كنت أبغى أقولها إنه صح بنشوف أفلام كثير، بس ما أحس إنه في فيلم علق في راسي زي تايتانيك. إلى الآن أحس فيلم تايتانيك كذا يعني كل مرة أشوفه كأني أشوفه أول مرة، أنبهر فيه. يمكن لأني شفته وأنا صغيرة، فما أعرف كذا، أحس طريقة التصوير، القصة نفسها، اختلاف الطبقات، الثري والفقير، الأزمة اللي صارت نفسها وقت غرق السفينة، الأغنية نفسها أصلاً كذا حلوة، صح. فأحس إنه هذا من الأشياء اللي الفيلم كلاسيك بالضبط، تايتانيك كلاسيك كثير عالق في راسي إلى الآن، لي قصة حلوة.
عموما خلينا نطلع فاصل سريع من بعد نكمل باقي الفقرات. بعد الفاصل لأجواء خريفية إليكم طريقة تحضير مشروب بامبكن سبايس لاتيه. ورجعنا لكم مشاهدينا، ولكن هالمرة من مطبخ سيدتي. أكيد خلال هذه الفقرة راح نشوف نتعرف أكثر كمان على مشروب سريع ولذيذ، والأكيد أنه مفضل عند الغالبية من الناس خاصة مع أجواء الخريف. أكيد يسعدنا نرحب معكم بالميكسولوجيست بيوسف إبراهيم. حياك الله. أنا مستعدة. أنا مستعدة. قول لي آخر شيء. هذا آخر شيء. طيب هذا خليه عندي لآخر شيء. أبغى أعرف البداية، إيش هي المشروبات اللي الواحد يحب يشربها في فصل الخريف؟ بشكل عام ما في مشروب معين أو ستاندر معين تشربه في فصل الخريف، بس دائما يكون اللي المشروبات اللي فيها قوام ثقيل. أكثر شيء تقوم داخل فيها السبايسز، البهارات، الزنجبيل. طيب إيش طالع ترند؟ ما في ترند معين، بس أشهر شيء دائما يكون البامبكن سبايس. هذا اشهر شيء. حلو. طيب خلينا نتكلم عنها، نسويها، نشوف ايش هي مكوناتها. ممكن سبايس انا جايبه بطريقتين، في طريقه اللي يسوونها في الكافيهات وما حبيت اسويها هنا اساسا، انه انا الطريقه هذه للبيوت. فعندنا بس مجرد ممكن تقطعيه تغلينه على النار، انا غليته وخليته بس جاهز هنا عشان وقت البرنامج، فبعد الغلي بيكون هذا طبعا طريقة. البابكم اللي هو القرع. القرع نعم صحيح. اكيد. يوسف لما نغليه على النار يكون ساده من غير مويه، من غير اضافات؟ لا مع مويه طبعا، بس مويه حاره و... وقطع البامكن، وممكن تحطي سكر وممكن بدون سكر. أوكي. انا ليش ما حطيت سكر؟ لاني انا اضيف وقت المشروب اضيف سكر. هذا حلو. الفرق حلو. جميل. طيب وش رايك نبدا يوسف، نبي تعلمنا وش المقادير اللي جبتها؟ حلو. وكيف راح نقدر نسويه عشان نرجع البيت الحين ونطبق؟ جميل. طريقتين سهله، طريقه حار وطريقه بارد. الفرق بينهم دائما يكون الثلج. بس طريقة الحار انه نضرب كل المكونات في نحطها على ركوة مثلا، نحطها في حليب ونحط كل المكونات على النار وخلاص، هذا انتهى طريقة الحليب. هذا بامبكن سبايس، هذا بامبكن سبايس هوت لاتيه. هوت لاتيه ومع دبل شوت اسبريسو، انتهى الموضوع. لكن البارد يكون في بعض الاحيان في ادوات زيادة، مثلا نسوي له خلط بالشيكر مع الثلج على اساس نضرب المشروب مع الثلج. زي ما انا بسويه الان. هنا ببدا في الشيكر، باخذ من البيوريه هذا اللي انا سويته اللي هو البامكن، باخذ منه فقط 30 ملي. جميل. حلو. وبعدها بحط عليه نقطه فانيلا، نقول عليها داش. الداش يعني نقطه. هذه اكثر من نقطه. هذا كثير. هذا اكثر من نقطه نعم. وبعدها ترى انا راح اجربها. ها اكيد. ايش ده انا مسوي لك شيء ثاني. بعدها بحط حليب مجرد. حليب 60 ملي. جميل. حلو. بالطريقة هذه أنا بالنسبة لي البيوري هذا جاهز. جميل. حلو. أبحط ثلج. والبارد راح تضيف عليه قهوة ولا؟ هذا البارد سوري. يعني بتضيف عليه قهوة ولا من غير قهوة يوسف؟ القهوة آخر شيء. حلو. القهوة دائما تكون في النهاية. يفرق. بس في حركة يفرق، لأن ما بخلطها مع القهوة. في حركة بس أنا أحب أضيفها، إنه تقدر ترش بهارات، فأنا راح أسوي ستيك السينابون. أوكي. أنا تعمدت إني أنا أجيبه فريش. حلو. عشان يكون هنا على الكاميرا. الطريقة هذه مجرد سينابون. بس. بعدها أنت الموضوع نسوي لها. يلا شك شك. طيب لين الشيك يخلص انا بسوي قهوه. يلا انت شك شك وانا شك شك. شك 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 على طريقته. نعم. هذه بس من باب المشاركه رؤى. بس اشعر في هذا الوجدان. حلو. طيب لين القهوه تخلص. ايوه. انا هذه الخلطه اللي انا سويتها البامبكن سبايس بضيفها في الكاس. اوه الكاس هذا انا جبته شوي بس عشان يكون شيء سبيشال شوي. هنا اقدر عندي اضيف قطع البامكن اللي انا سويتها لمجرد زياده بيوريه او تعزيز للطعم. بس. جميل. وبعدها راح اضيف عليه الاسبريسو مباشره. يا سلام. الله. وفي النهايه
هذا اللي انت ماسكه، انت بتسوينه ولا اسوي؟ والله انا اخاف اخربها، فانت سويها وانا اسوي اللي بعدها. حلو. ويبد كريم. يا سلام. تمام. وما انتهينا. نسوي عليه السينابون. كذا احنا خلصنا هذا البارد، هذا انت موضوعه. والحرق قديش ياخذ وقت؟ مين اقول لك؟ بالعافيه عليك. شكرا، يعطيك العافيه. جميل. الحار نفس الشيء، ابى راح اسوي اسبريسو سريعا. سريعا اقدر اجرب؟ بسم الله. بس اخلطي زين. اخلط؟ يس. ممتاز بالعافيه. يعني انا حمسني في البومكن، انا من الناس اللي احب البومكن، احب البومكن السبايس باي وهذه الامور، فبس كدرينك ما قد جربت صراحه. جميل. طيب حاولي تجربيه مره ثانيه، بس جربيه بالحار، لانه الحار بيكون بالحار يمكن يكون ممتع اكثر، والحليب بيكون قوام اكثر. بس عندك امكانيه انك تسوي السبايس بالهيل والقرنفل والنتماج. النتماج اللي جوزة الطيب. اذا سويت السبايس هذول الثلاثه بيطلع معك اجمل بكثير. هذا ينفع شتوي، المكونات اللي انت قلتها قبل، جوزة الطيب والقرنفل والسينامون، هذه مره تدفي. صحيح، خلي الجسم دافي من جوا. الدم. هذا حليب حار سويته هنا، نفس الشيء بس يكون بحليب حار. صح يوسف؟ نفسه يكون حليب حار، لانه انا بسوي نفس الشيء هذا في الكاس مباشر بنفس الطريقه. راح احطه تحت البيز. انا اقدر اسويه اسخنه مع الحليب مباشره، بس انا احب دائما اخلي البيز تحت بالطريقه هذه مع الاسبريسو قبل الحليب. يعني انت بالبارد خليت اول شيء الحليب قبل؟ خليت نعم. وبالحار الاسبريسو قبل؟ الاسبريسو قبل الحليب، وفي النهايه الفوم عليه. كب زيادة. ونفس الشيء حتحط عليها الكريمة، السينابون. نعم، السينابون وكريمة. لكن أنا أفضل، بالنسبة لي دائما أنا أفضله الحار أكثر من البارد. أنا لأني ما أحب طعم الحليب، فدائما أحبه بارد عشان ما أستطعمه، أحس دائما الحار يعزز النكهة. صحيح. وبكذا صار عندنا المشروب البارد. هات بامكن سبايسي وآيس بامكن سبايس. بطريقة سهلة، أنا ما تعمدت إني أنا أسوي الطريقة هذه إلا لأنه أنا أبغى اللي في البيت يقدر يسويها. إحنا راح لكن أنا ما راح أسوي شيء بالبروفيشنال. وحلو إنه يعني حتى الإنجريدينتس أو المقادير حقتها يعني سهلة وبسيطة تأخذها من أي مكان، والواحد يقدر يتذكرها. يوسف. صحيح. إبراهيم، إحنا نشكرك تواجدك اليوم معنا، شكرا لك وشكرا على هذه الوصفة الجميلة. الله يسعدك. شكرا لكم، شكرا لصفتكم، نورتنا. مشاهدينا فاصل قصير ونعود. بعد الفاصل، هل كل شخص يسرق يعتبر حرامي؟ وما هي السلوكيات التي تدل على هوس السرقة؟ الإقدام على سلب أو حتى نهب الأشياء والتي قد لا يحتاجها الشخص، ويمكنها ما تساوي إلا قيمة بسيطة جداً، سلوك ممكن إحنا نشوفه على بعض الشخصيات ونتساءل وقتها إذا كان هذا الشخص فعلاً يسرق من أجل الحاجة أو إنه مصاب باضطراب نفسي. رح نتكلم عن هذا الموضوع أكثر وعن زوايا وأبعاد هذا الموضوع مشاهدينا، ونرحب معكم في الأستوديو بالدكتور جميل الحواس، مختص بعلم النفس والصحة النفسية. يا أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا ومساء السعادة لكم المشاهدينكم الكرام. شكرا لك وشكرا لتواجدك اليوم معنا. يمكن هذا الموضوع يستغرب منا الكثير، وانه احنا قاعدين نطرحه لانه فعلا في تفسير احنا يمكن ما نعرفه، وهذا اللي نبي نعرفه منك اليوم دكتور. هل فعلا كل شخص يسرق او ياخذ شيء ما هو ملكه يعتبر حرامي او يصنف حرامي، او انه قد يكون له تفسير نفسي؟ طيب، عندما نتحدث عن هذا الموضوع يجب ان نفرق بين جزئين مهمين، السرقة كسرقة وهوس السرقة كاضطراب. نعم. وهناك اختلاف بين السرقة كسلوك
وبين انفعالات نفسية تؤدي إلى هذا الهوس وهو يسمى هوس السرقة، فهناك فرق بينهم. الأولى السرقة الطبيعية التي ليس لنا معها إشكاليات نفسية، وإنما قد تكون إشكاليات اجتماعية، قد تكون إشكاليات مادية، ما لنا إحنا علاقة من الناحية النفسية فيها، إشكالية تربوية، فقر المجتمع على سبيل المثال. هذه السرقة العادية عادة يسرق الإنسان فيها هو محتاج لهذا الشيء. صحيح. هو يسرق من أجل الأشياء، يستفيد منها ماديا، يستفيد منها معنويا، يستفيد منها للاستفادة. اثنين، عندما يسرق عادة هو يشعر بالخوف. نعم. هذا السارق الطبيعي. السارق الطبيعي عندما يسرق عادة هو يسرق بفكر السرقة، فهو يخطط وممكن يشترك مع أحد، فكر السرقة موجود. الثالث عندما يسرق يستفيد من الأغراض التي يسرقها. نعم. أما هوس السرقة مختلف اختلاف كامل عن هذا الموضوع. نعم. هو يسرق لسبب نفسي، هذا واحد. اثنين، هو يسرق ليس من أجل الغرض، لا، هو يسرق من أجل السرقة نفسها. ثلاثة، التفاعلات الموجودة، هناك خوف، التفاعلات هنا تختلف، التفاعلات النفسية. فهو قبل السرقة في الهوس يشعر بتوتر عجيب وارتفاع بعدد ضربات القلب وارتجاف في الأطية، يشعر بتوتر. ثم لما يقدم على السرقة يختلف المشاعر اختلاف جذري، فيشتغل عنده في الدماغ آلية التحفيز، فيشعر بالسعادة بعد السرقة أو أثناء السرقة، فيشعر بالسعادة والراحة والانشراح. فهنا الفرق بين الأثنين. بعد السرقة في الهوس، بعد السرقة يدخل مرحلة الحزن، لأنه يكتشف بعدها أنا ليش سرقت، أنا إيش أبغى بدباسة سارقها من مكتب صديقي، صح، أنا إيش أبغى بقلم رصاص ما له أي فائدة أصلا. وهذا الفرق، السرقات هنا ليس لها أي فائدة. نعم. والسرقات هنا هو ليس بحاجتها. نعم. وأيضا هو قادر أصلا على شرائها وقادر على امتلاكها، ما عنده إشكالية. نعم. فيبدأ مع الحزن، وهذا ما يقودنا إلى كثير من السرقات في الهوس. دائما يقوم أصحابها بإعادتها مرة أخرى، والله أنا أخذت الدباسة منك أمس ونسيتها معي. يتكرر هذا الموضوع معه، أو في كثير من الأحيان هو يحاول إعادتها بدون ما أحد يشعر، بدون ما أحد يدري، يرجعها للمكتب، انسرق فلان مثلا الروج، انسرق، اكتشفت أنه بعد يومين الروج مرجع مكانه. يتكرر هذا المكان في منطقة العمل، مع أنه يوجد شخص مصاب بهوس السرقة. واو. كليبتومونيا. نعم. هي كلمة إغريقية قديمة، والسرقة من قديم الزمان لدى البشر. أكيد. لكن درسوها علماء وأطباء النفس في بداية 1800، وفي عام 1950 في DSM الدليل التشخيصي للاضطرابات النفسية تم إدراج الهوس الخاص بالسرقة من ضمن تصنيفات الاضطرابات النفسية. نعم. طيب دكتور جميل، كلامك جميل وعلى ما تمه. لما أنا يكون عندي هوس السرقة في طفل، كيف ممكن أدارك الموضوع؟ كيف أتعامل معه؟ الكبير يمكن ما أعرف، الدكاترة يشوفون له علاج، خاصة أنه اضطراب، إيش ممكن نحلها معه؟ هو لا، لازم نفهم نقطة، أنه سؤالك هذا ليفل عالي جدا من الهوس. أصلا البداية كانت في هوس السرقة بدايات بسيطة، أحيانا تكون من الطفولة، أغراض من بقالة، أغراض الأقارب، أغراض الزملاء بالفصل. صح. أشياء تكدس، بعض اللي عندهم هذا الهوس عندهم تكدس للأشياء في الغرفة بشكل مهول، ما لها أي علاقة، مجموعة ولاعات ومجموعة غطيان أقلام ومجموعة كبيرة من ما لها أي فائدة. فهذا ليفل عالي. عادة الشخص الذي يعني نسبة المصابين ترى في الهوس ليست كثيرة، الإشكالية أنه جزء منهم أصلا لا يعترف أن عنده اضطراب، وهذه إشكالية. الجزء الآخر منهم يعتقد أن عنده مشكلة، ولكنها ليست مشكلة نفسية، يعتقد أنها مشكلة سلوكية، فهو يستطيع يحاول أنه يقاوم هذا الموضوع، يحاول أنه يسيطر على هذا الموضوع، ولكن في حقيقة الأمر هو غير قادر وبحاجة. يعني الشخص إذا كان يستمع لي وعنده هذه الإشكالية
يجب ان يعلم ان اذا كان في الليفل البسيط علاجه جدا سهل، اذا كانت المده ليست بالطويله 30 40 50 سنه العلاج جدا سهل. العلاج على قسمين، جزء قد يكون منه دوائي وجزء منه قد يكون سلوكي متخصص في الجلسات النفسيه. نعم. طيب يعني المواجهه كيف ممكن تاثر على الانسان اللي مصاب بهوس السرقه؟ هو اصلا عاده احنا ترى لا نعرف الاشخاص المصابين لدينا، بافتراض احنا شله ونعرف واحده من صديقاتنا ولا احد من هذا الجروب ان عنده هذا الهوس او هذا التصرف. ممتاز. في حاله المواجهه ممكن هو يتاثر او اسيبه لما هو يبغى يرجع لي الحاجه اللي اخذها؟ نحن بحاجه الى استخدام الذكاء الاجتماعي بلا شك، والذكاء العاطفي في مثل هذه الحالات. فممكن المره الاولى او المره الثانيه تقبل الموضوع وتستاهل هديه وما عندي مشكله انك اخذتها، لكن المره الثانيه اذا اردت تاخذ شيء اخبرني. هذه المرحله الاولى. المرحله الثانيه قد نحتاج معه الى المصارحه، انه احنا لاحظنا، وهذه تحتاج الى ذكاء في استخدام الالفاظ، ذكاء في استخدام العبارات، استخدام يعني المكان المناسب، الكلام المناسب، الوقت المناسب، كلها مهمه في 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 التحاور مع هذا الشخص. فممكن نتحدث مع هذا الجانب انه يوجد هناك اضطراب معين يسمى، ونحن طبيعيا نحن البشر نصاب ببعض الاضطرابات النفسيه، ترى 75% من الناس مصابين في مرحله من مراحل عمرهم باضطراب نفسي، وترى الموضوع ليس بالصعوبة بمكان أنه نتعالج، أمره ترى جدا سهل، وإحنا سألنا المتخصصين النفسانيين وذكروا أنه علاج جدا سهل، فنحن نقف إلى جانبك نساعدك. لكن النقطة المهمة أنه ينبغي أن هؤلاء الأصحاب لا يقومون مقام الطبيب النفسي ولا يقومون مقام المتخصص النفسي، بحيث أنهم يحاولون يعطون بعض النصائح التي في حقيقة الأمر، وهذه دائما تشكل علينا في بعض الاضطرابات النفسية، إن مثل هذه النصائح تكون أحيانا عكسية وليست في محلها. يعني إحنا الآن اللي فهمناه من كلامك دكتور أنه هو اضطراب، ولكن ما زلت ما استوعبت السبب وراء هذا الاضطراب. ما هو السبب؟ أعرف أنه يجيب شعور جميل له، وممكن يشعر بانتصار أنه أخذ، أو يجي شعور سعادة لما يأخذ شيء ما هو ملكه. ولكن السؤال يطرح نفسه، هل في فراغ ممكن يكون عاطفي أو عائلي أو فراغ أو حاجة هو صغير ما كان يأخذها، حتى لو كان ولد عائلة أو بنت عائلة مقتدرة ماديا، لكن مثلا كانوا هلا يقولوا له لا 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 ما تأخذ، ما نشتري لك لعبة، ما نجيب لك، ما نودي لك، ما نحط لك. فلما كبر صار عنده هذا الهوس، هل هو قد يكون له دخل بالعنف؟ يعني أبغى أعرف منذ نشأة هذا الشخص اللي كبر عنده هذا الهوس يأخذ أشياء ما هي ملكه، هل هو دائما كان يعني يشوف الأشياء عند غيره وما كانت عنده، فهذا يعني خلينا نقول طور الموضوع إلى أصبح هوس سرقة؟ طيب يجب أنه تعرفون ممثلة اسمها وينونا رايدر، ممثلة أمريكية مشهورة في هوليود، كان عندها هذا الاضطراب وتعرضت للمحاكمة بسبب هذا الأمر. فهذا الموضوع هو لا يعرف في حقيقة الأمر صغير أو كبير أو غني أو فقير أو متعلم أو غير متعلم، هو اضطراب نفسي مثل الاضطرابات النفسية الأخرى. نعم. ابتلاء، نستطيع أن نسميه ابتلاء، يصيب الله به من يشاء ولا يصيب، مثل السكر، مثل الضغط، مثل الاكتئاب، مثل القلق، مثل أي اضطراب آخر. علماء النفس درسوا هذا الموضوع من عام 1838 تحديدا، وتوصلوا إلى مجموعة من الإجابات حول هذا التساؤل، حول أسباب مثل هذا السلوك، فوجدوا في النقطة الأساسية أنه إشكالية في هذا الاضطراب هو اضطراب التحكم في الاندفاعات. هي فكرة استحواذية تأتي عند الإنسان تشعر برغبة قوية جدا بفعل هذا الأمر. نعم. السبب توصلوا في مجموعة أبحاث أنه الجانب الجيني أو الوراثي ليس له علاقة، فاستبعدوه. يعني وجدوا أنه الجانب الوراثي ما له علاقة في هذا الاضطراب. نعم. هذا واحد. اثنين، وجدوا في بعض، لما درسوا كثير من الحالات، درسوا أنه في بعض الحالات إشكاليات في الدماغ، إشكالية في هناك نظام في الدماغ يسمى نظام الحوافز أو الجوائز أو نظام المتعة. هذا النظام التحفيزي يكون عنده خلل عند هذا الشخص.
هناك أبحاث أخرى توصلت أنه الإشكالية تكون مع في هرمونات معينة، اضطرابات هرمونية معينة كاضطراب هرمون السيروتونين وهرمون الأدرينالين وهرمون الدوبامين. نعم. هرمون الدوبامين، فوجدوا المصابين بهذا الاضطراب عندهم خلل في هذه الاضطرابات النفسية. هناك أبحاث أخرى توصلت أنه الإشكالية يعني ليست أبحاث أخرى بل هؤلاء الأشخاص هؤلاء العلماء بغض النظر عن اختلافاتهم في الأسباب كلهم أجمعوا أن هناك إشكاليات في الطفولة. إجماع، هذا الكلام إجماع، أنه هناك أحياناً عقدة في الطفولة. نعم. فمثلاً وجدوا أنه التربية الصارمة والتعقيد في التربية يؤثر بتأثير كامل في هذا الاضطراب. وجدوا أيضاً أنه التعرض أحياناً للصدمات في الطفولة وجدوا أنه يؤثر. أيضاً من الجوانب التي درسوها العلماء الجوانب الاجتماعية، فوجدوا مثلاً أنه هذا الاضطراب ينتشر لدى النساء أكثر من انتشاره لدى الرجال. وجدوا أيضاً أنه هذا الاضطراب ينتشر في البيئات الفقيرة أكثر من البيئات الغنية. نعم. وجدوا أنه هذا الاضطراب ينتشر في البيئات المتعلمة بنسبة أقل من البيئات الغير متعلمة. نعم. فهذه مجموعة الحقيقة من الدراسات والأبحاث التي حاولت أنها تستنتج وتصل إلى أسباب هذا الاضطراب. نعم. دكتور جميل، لو نجي ما أدري وأنت قاعد تحكي جاء في بالي الخطف، يعتبر سرقة لما أنا أطفال رضع كثير إحنا قاعدين نسمع حوادث هذه الأيام، هل هذا الشيء بعد له دخل بالاضطراب السلوكي؟ صحيح، هو يجب أن نفرق بين أمرين. موضوع خطف الأطفال في بعض الأحيان هو ليس له علاقة بهذا الاضطراب. طبعا هذا الاضطراب يعني بحث العلماء وجدوا أنه في أقل النسب، هو يعني النسب فيه ضعيفة ترى، يعني في بعض النسب 0.8 يعني لم يصل ولا إلى واحد، في بعض المجتمعات وصل فيها واحد أقصى، أعتقد حسب ذاكرتي أقصى نسبة وصل لهذا الاضطراب في بعض المجتمعات 1.2، يعني النسبة ليست بالكثيرة. لكن لما نتحدث عن السرقة بذاتها ليس هذا الاضطراب، السرقة نفسها لها أسباب أخرى، قد تكون أسباب اقتصادية، قد تكون أسباب نفسية لها علاقة بالأمومة، لها علاقة بالحرمان، لها علاقة بالرغبة، لها علاقة بالكره، لها علاقة بالحقد في بعض الأحيان، لها جوانب نفسية مختلفة عن الجوانب النفسية التي لها علاقة بهذا الاضطراب. لأن هذا الاضطراب لما درسوه العلماء وجدوا أنه لا يمثل إلا 5% فقط من حالات السرقة المنتشرة حول العالم، فهو لا يشكل شيء بالعموم. جميل. طيب المصاب باضطراب السرقة يبغى يتعالج، إيش هي طريقة العلاج؟ هو يتوجه إلى المتخصص بلا شك، هذه أسرع وسيلة للعلاج، أنه يتوجه إلى الطبيب النفسي. بس أقصد يأخذ علاج سلوكي ولا؟ لا، هو في الأصل هو يتوجه إلى الطبيب النفسي. عندما الطبيب النفسي عندما يشخص الحالة، يقيم الحالة، يقرر هل هذه الحالة الآن تحتاج إلى تدخل دوائي أو لا تحتاج. فعندما تحتاج إلى تدخل الدوائي بعدها أيضا سيقرر الطبيب، لأنه في بعض الحالات هو لكي يتدخل الأخصائي النفسي هو بحاجة إلى إعادة التوازن النفسي لهذا المسترشد. فالتدخل الدوائي يسرع لنا موضوع التوازن، فهنا يقرر الطبيب النفسي عندما يصل إلى مرحلة التوازن أن هذا المسترشد هو يحتاج الآن إلى تدخل الأخصائي. دكتور جميل، أنت قلت قبل شوي ممكن يحتاج دوائي، إيش أنواع الأدوية اللي ممكن يأخذها مريض أو مهووس السرقة؟ هل هي نوع من أنواع المثبطات؟ والله للأمانة موضوع الأدوية ليس مجالي وليس تخصصي، هو تخصص زملائنا في الطب النفسي، ولكن الذي فهمته ودرسته من هذا الموضوع أن له علاقة في بعض الأحيان بالقلق، لأنهم وجدوا في الأبحاث أنه في هذا الهوس العصابي هناك ارتباط وطيد في القلق والقلق وأيضا في الاكتئاب، فله ارتباط أحيانا في بعض الأدوية العصابية، في بعض الأحيان له علاقة في الأدوية الخاصة في القلق، في بعض الأحيان له علاقة في الأدوية المتخصصة بالاكتئاب، وهذا الموضوع كله يندرج تحت الطب النفسي. دكتور جميل الحواس، مختص بعلم النفس والصحة النفسية، يعطيك العافية وشكرا لتواجدك اليوم معنا. الشكر لكم الحقيقة على إثراء المجتمع مثل هذه المواضيع القيمة والهادفة، الله يعطيكم العافية. مشاهدين أكيد إحنا مكملين معاكم، ولكن بعد الفاصل.
الشهر التالي زميلنا موسى يحيى نقل لنا حكاية سيدة آمنت إنه الكلمة لها تأثير في تغيير الأفكار. خلونا نتابع هذا التقرير وبعد نكمل. حين عادت من صلاة العيد بصحبة والدها وبعد الاستماع للخطيب تولدت أفكار اعتبار الوسيدي من جديد، وأصبحت أكثر إصراراً على أن تكون الأندية الرياضية النسائية في مكانها الصحيح، ومن هنا بدأت القصة. ب2014 بعيد الفطر رحنا صلينا العيد أنا وعائلتي زي كل عيد، فأتكلم عن الرياضة النسائية. فلما أتكلم عن الرياضة النسائية تكلم أنه هي تشبه بالرجال، وأن مثلا من ناحية اللباس ومن ناحية الأغاني، وعطى الموضوع يعني حجم غير طبيعي وزي اللي مو من المفروض أنه يكون متطلبات المرأة، وأنها حتى تطلب نفس الرجل بالضبط. فمن بعدها رجعت البيت وصراحة رجعت مرة متضايقة ومستغربة يعني حتى من الموضوع هذا، أنه شلون يكون هذا الشيء أنا راح أطالب فيه بخصوص أني مدربة رياضة في المجال، وأبغى هذا الشيء يكون موجود عندنا كمتطلب بنت يعني بسيط اللي هي يكون عندها نادي رياضي تروح له بعد الدوام وهذه الأشياء كلها. ومن هنا بدأت رحلتي. بدينا نبحث عن التراخيص أنا ومجموعة من البنات، كنا مدربات في نادي رياضي. طبعاً ما كان وقتها نادي رياضي، كان وقتها نادي صحي. إحنا لما كنا مع بعض كنا نقول إن ليش ما في تراخيص نسائية، قمنا نبحث مثلاً بهذه الأشياء كلها، إيش التدرج الوظيفي، إيش الدورات وإلخ، هذه كل هذه الأشياء ما كانت موجودة عشان الحصول على رخص رياضية أو هذه الأشياء. يعني إحنا كنا نشتغل في نادي رياضي بس كان تحت اسم نادي صحي. طيب أنا كمدربة رياضة إيش الأشياء اللي ممكن أقدر أكمل فيها، ممكن النادي يقفل بكرة. وقتها شفت إيش الشيء اللي ممكن قانوني وممكن هذا الشيء يعني يكون لي أمان وظيفي وأقدر أني أكمل في المجال الرياضي، اللي هو رحت مثلاً شركة أرامكو السعودية، دخلت النادي. بعد ما دخلته طبعاً 2016 جاني خبر أن النادي اللي كنت أشتغل فيه تقفل. كانت سبب قوي اللي خلى كثير بنات يعني بهذاك الوقت أنهم ما كملوا بهذا المجال. لما كنت أمر في الشارع كنت أشوف الأندية الرجالية على أيام 2014 و2013 و12 كنت أشوف المرايات طبعاً ويطل على البحر وهذه الأشياء. ما كنت أتوقع ولا 1% أنه ممكن راح يكون في تنافس ب 2022 بين الأندية النسائية والأندية الرجالية في المواقع وفي المناظر وفي الأجهزة، حتى الكلاسات وحتى طريقة الرياضة نفسها. 2017 أبريل الأميرة ريما بنت بندر تعينت كوكيل رئيس هيئة الرياضة، فمنها صدر الأمر السامي اللي هو أول ترخيص راح يكون للأندية النسائية. فهذاك اليوم مرة كان يوم مميز بالنسبة لي وبالنسبة للمجال الرياضي وأي أحد كان من 2012 إلى 2017 هل هو كمل ولا هو ما كمل بالمتطلبات. يعني طالبنا طالبنا طالبنا، رحنا يمين رحنا يسار، بس إنه وصلنا اللي حنا نبيه. فالحمد لله الحين لنا 5 سنين بهذا المجال و شوف احنا وين. شكرا لزميلتنا على هذا التقرير، يعطيها العافيه. طبعا مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا، نشكركم انا وزميلاتي على حسن المتابعه، نشوفكم بكره في معنى الله.